أفتكر مرة قريت إن أحد اللاعبين الرياضيين أصيب بمرض عضال، فسألوه: لماذا أصابك الله بهذا المرض؟ فرد: أنا حصلت على عديد من الجوائز الرياضية ووصلت المراكز عديدة عدة مرات، ومن ضمنها المركز الأول من بين الآلاف، فلماذا لم أسأل الله لماذا أنا؟ سبحان الله، كلامه حكيم جداً. رب سبحانك، رزقتني ورفعتني في حاجات كتير من غير ما أسألك، ولما كنت بسألك كنت بتعطيني، فإذا ابتليت فيكفيني أني واثق في رحمتك وحكمتك، والأهم واثق أنك بتدبر الأمر عشان يكون في صالحي في النهاية. لا تكثر لنفسك هما ما قدر يكون. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله المستحقين الشرفاء، وبعد، أهلا وسهلا بكم. لا زالت الرحلة حول كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطوف ونطوف. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة، عن معنى جديد ينبغي على المسلم أن يعرفه خاصة في وقت الأزمات. وهنا هيدور النقاش حول مسألة، ألا وهي مسألة المصائب. دايما الناس بتسأل: هو ليه ربنا بيبتلينا بالمصائب؟ مش المصائب ده شيء شر؟ ليه ربنا بيريد بنا الشر؟ ده السؤال. وبإذن الله سبحانه وتعالى هنحاول مع حضراتكم في خلال الدقائق المعدودات إن احنا نبين حقيقة هذا الأمر أو الحكمة من هذه المصائب. أولا، ربنا سبحانه وتعالى قضى على الخلق بقضاء، ألا وهو: ولنبلونكم، يعني هنختبركم، هنمتحنكم بإيه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مفيش أبدا إنسان على وجه الأرض ما بيمرش بمصيبة من المصائب. ولو فضلنا نبحث هنجد إن الإنسان عادة المسلم خاصة حاله إما في طاعة فبيزداد، وإما في معصية فيجب أن يتوب، في حالة رزق فبيشكر، وإما في حال الضيق فبيصبر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، خير يعني شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من هنا نبدأ ندخل نجاوب على سؤالنا، ما دام عرفنا إن دي فطرة فطر الله الناس عليها، وإيه أصلا الحكمة من المصائب؟ أول حاجة مسألة الابتلاء اللي مرتبط بالتكليف. النهاردة إزاي أنا هشوفك أنت كنت صابر ولا مش صابر إلا إن وضعتك في الاختبار. مفيش أبدا إنسان يقدر يقول أنا مؤمن وأنا قوي الإيمان وأنا عند الله في منزلة رفيعة إلا إذا ابتلي. الابتلاء بالمصائب هو ده اللي بيمتحن ربنا سبحانه وتعالى به العباد. ولذلك ربنا بيقول في بداية سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يختبرون بالابتلاءات بالمصائب. وهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي دي الفكرة، فكرة التكليف نفسه، إن التكليف ما يكونش ليه قيمة لو ما كانش فيه مصائب، لأن المصائب هي اللي بتمحص وبتطهر وبتظهر الإنسان المؤمن القوي والإنسان المؤمن الضعيف. والإنسان المؤمن الضعيف
بيبدأ يقوي إيمانه في مصيبة بعد المصيبة ويسترجع. يعني إيه يسترجع؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالتالي الضد بالضد يعرف. أنت إزاي هتعرف إنك كنت في نعمة إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك وياخدها منك؟ هي دي الفكرة، فكرة التكليف. فلو ما كانش في مصائب ما كانش هيبقى في تكليف ولا معنى للتكليف. ده واحد. اتنين، من الحكم وراء المصائب إن ربنا سبحانه وتعالى يبين للعبد أحيانا قيمة النعمة التي كانت بين يديه، وهو ده الحال اللي احنا فيه زي ما شرحنا قبل كده، إن لولا المصائب لما علم الإنسان قيمة النعمة التي بين يديه. هتعرف إزاي النعمة دي ليها قيمة عندك ولا لأ إلا لما تزول، فإن وجدت خلاص مش هتعرف قدرها، لكن إن أزيلت علمت قدرها. يبقى من ضمن الحكم المصائب أن تعلم قدر النعمة. وعايزين نبين حاجة تانية، المصائب إما أن تكون كسبية وإما أن تكون قدرية لا دخل للإنسان فيها. يعني إيه؟ الكوارث الطبيعية التي تحصل ممكن تكون الأصل فيها أن هي قدرية، لكن ممكن تكون بسبب بما كسبت أيدي الناس، زي ما ربنا بيقول في القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ ولعلهم يرجعون. فدي فكرة. ففكرة إن أنت تقدر تقدر النعمة بتدخل في باب الحكمة من المصائب. وإن كان المصائب فيها قدري ففيها برضك الكسبي. القدر ده الشيء اللي مش بإيدك. طب إيه فايدته؟ فايدته التمحيص، يكون للمؤمن رفع درجة. طب الإنسان المؤمن العاصي تكفير لذنوبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ندخل نجاوب على سؤال مهم جدا، وخلي بالك وركز معايا في هذا السؤال، هل الابتلاء دليل على سوء المنزلة عند الله؟ الإجابة اوعى تقول كده، غلط. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء. هل الأنبياء هم في أسوأ الدرجات عند الله؟ أبدا، دول خير خلق الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى بالتالي مش عاوزك تبدأ تفكر التفكير السيء، إن ده فلان ابنه مات أكيد عمل كارثة، ده فلان مراته عملت حادثة أكيد دي عملت مصيبة عشان كده ربنا أخدها بهذا الجزاء. أبدا خالص ما تفكرش التفكير ده. لكن التفكير اللي ينبغي أنك تعمله أن تظن بالناس خيرا، وثانيا إن كنت مبتلى في نفسك أن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم أن هذا الابتلاء فيه لطف من الله خفي. ونسأل الله ونقول يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. في النهاية يا جماعة المصائب الأصل فيها بيكون علشان الناس ترجع لربها أكتر وأكتر وأكتر، فبالتالي نحن نفرح ولا نحزن. وبالتالي الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ بيفرحوا إذا ما جاءتهم المصيبة. أي نعم هي اسمها مصيبة، لكن ده بما يجدوه الناس في نفوسهم مش بالأصل. لكن الأصل أننا إذا ما أصبنا بمصيبة أن نسترجع ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي النهاية لا تكثر لنفسك هما ما قدر يكون لعلهم يرجعون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، ولك الحمد يا ربنا على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن كل المصائب والويلات.
اللهم امنحنا الصبر على المكاره والثبات على الإيمان يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.